السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. تفضلوا. سيدنا صراحة جايين لك ونبي نعرف شلون نقتدي بمذهب أهل البيت سلام الله عليهم. اي نعم سيدنا، إذا ممكن تعرفنا مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. حاضر، وعلى أمركم وبالخدمة، بس ممكن تقولوا لي شنو السبب اللي خلاكم تاخذون هذه الخطوة؟ هذا أخوي أبو فيصل راح يشرح لك أحسن مني. تفضل يا أبو فيصل. احنا ما كنا على مذهب اهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ولد فيصل كان مريض ومرضى جايد، ضلوعه كانت مكسورة وما له علاج لا داخل الديرة ولا برا الديرة. اليوم وديته برا، قرروا انه يسووا له عملية، صراحة خف عليه رجعت في الديرة. اي نعم سيدنا، وفيصل رجع ولد الديرة وما سوى العملية. عجيب، وبعدين صار يا ابو فيصل؟ بصراحه سيدنا عندي موظف بالدوام من اتباع اهل البيت سلام الله عليهم، يوم شافني متاذي مع ولدي فيصل قال لي ابو فيصل تسمح لي اكلمك بموضوع فيصل؟ فيصل تفضل. ليش ما تسمع كلامي؟ وان شاء الله يكون في علاج. علاج فيصل؟ يا معود انا مستعد اعطي كل اللي عندي، بس قول دلني على العلاج. انا اعرف دكتوره عندها العلاج وكانت مصابه بنفس المرض، اضلاعها مكسوره والكسر شديد. اضلاعها مكسوره كيف الحق علي؟ دلني عليها. شو اسمها هذه؟ وهي سيده فاطمه الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. عليه الصلاة والسلام. زين شو اسوي؟ علمني. نادي بأعلى صوتك 3 مرات. يا فاطمة الزهراء. 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 سلام الله عليك مولاتي. لا تخيب ينظر. حاشاك تخيبي ينظر. يما يا فيصل ما سألتها شنو اسمها؟ هي اللي سألتها وقالت انا السيدة اللي ناداها ابوك قبل شوي. يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا فاطمة الزهراء سلام الله عليك مولاتي. ما قصرت. يما وهي تمشي كانت حاطه ايدها على ضوحها، شنو يعوونها؟
تاج الحزن يا المختار بي أنا بدار وانتي ضمك تراضي الوطني كسر ضلعي يا سيد البريوي والله كسر ضلعي بويا ما ترات قعدتها يا سلام الله عليك وولادي ولعن الله من ظلمك هذا الموضوع اللي صار سيدنا بركة أمك الزهرة سلام الله عليها سلام الله ما قصرت ويانا أخونا أبو عباس هو من زراع البذرة هذه صراحة الحمد لله والشكر لله تفضل يا أبو فيصل هذا الكتاب أحسنت سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير